بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول محاضرة عندنا في المنهج بتاعنا، Quality Control، ضبط الجودة. ده شابتر 8 في الكونكريت كود. الشابتر ده بيختص بالضبط جودة أعمال خرسانة المسلحة والخرسانة البريستريست اللي هي سابقة الإجهاد. هندرس إزاي بنعمل ضبط جودة لأعمال الخرسانة المسلحة وسابقة الإجهاد، ومن خلال طبعا ان احنا ايه نعمل اجراءات لضمان جودة المواد وحسن استخدامها. مش بس المادة تكون كويسة، لا احنا كمان لازم نستخدمها كويس. ممكن تبقى المادة كويسة واحنا استخدمناها غلط. عندنا دي المقدمة ديت موجودة برضو في الكود في الباب الثامن بالعربي، وهنا بالانجلش زي ما انتوا عايزين تعرفوها بالعربي ماشي، اقروها في الكود. عايزينها بالانجلش ماشي، مفيش مشكلة. الامتحان هيجي بالانجلش وانت تجاوب باللغة اللي انت عاوزها. الـ Quality Control it is a production process mechanism used to measure and control the specific properties physical, mechanical and chemical of materials to confirm with published standard to reduce variability. ايه هي ضبط الجودة؟ ضبط الجودة تعرفها انها مجموعة من الاجراءات والاختبارات التي تتخذ للتأكد من مطابقة خواص المواد المكونة للخرسانة العادية والمسلحة وسابقة الاجهاد، ومطابقة خواص الخرسانة في حالتها الطازجة والمتصلدة. احنا بنتأكد من الماتيريالز وبنتأكد من الخرسانة في حالتها الطازجة والمتصلدة انها مطابقة للمواصفات اللي احنا عاوزينها وطرق صناعتها. يبقى احنا كل ده بنتأكد من المواد ومن الخرسانة في حالتها الطازجة والمتصلدة وكل البروبرتيز بتاعتها، بنتأكد انها within the range اللي احنا عاوزينها. الكواليتي كنترول نفسها بتتقسم لحاجتين، internal quality control و external quality control. الانترنال كواليتي كنترول هو ضبط الجودة الداخلي، والاكسترنال ضبط الجودة الخارجي. ضبط الجودة الداخلي ده مين المسؤول عنه؟ المسؤول عنه الجهة المنفذة، الكونستراكشن اللي هيعمل المنشأ هو المسؤول انه يعمل ضبط جودة داخلي. مهندس ضبط الجودة الداخلي ده غير مهندس التنفيذ. مهندس اللي بينفذ حاجة، مهندس ضبط الجودة ده حاجة تانية. Performed regularly by highly trained personnel during the manufacturing process. يعني بنقوم بالinternal quality control ده بصفة دورية طول ما احنا شغالين في المنشأ. طب الexternal quality control، ضبط الجودة الخارجي، ضبط الجودة الخارجي ده بيتبع الجهة المالكة owned by the owner، وده بيتعمل في أي وقت. يعني الowner في أي وقت ممكن يعمل ضبط الجودة. ضبط الجودة الخارجي مش لازم يعتمد على المهندس اللي بينفذ، ممكن يجيب مهندس من برا يجي يعمل ضبط جودة. تمام. في حاجة بقى عندنا اسمها quality assurance اللي هو التأكيد على ضبط الجودة. It is a management mechanism used to assure ان احنا نبقى متأكدين. quality assurance من اسمها ان احنا نبقى assure product conformity to assigned function and specifications through well-defined plans, program and regulation. لازم نبقى assure ان احنا وصلنا للspecification بتاعت المنشأ والfunction بتاعت المنشأ through well-defined من الplans والprogram والregulations. هنا عندنا المقارنة صغيرة بينهم بين ضبط الجودة وتأكيد الجودة. quality control بنديها رمز QC، quality assurance بنديها رمز QA. الكواليتي كنترول بتيجي في مرحلة التنفيذ، الكواليتي اسيورنس بتيجي في مرحلة التخطيط واحنا لسه بنخطط، بنبقى ايه دور الكواليتي اسيورنس ان المنشأ هيطلع قايم بوظيفته اللي اتعمل عشانها، سواء كانت مستشفى او مدرسة او جامعة او عمارة سكنية، قايم بالدور ده. وهنا تعريف كل واحدة بالعربي باللغة العربية زي ما جت في الكود. الكواليتي ضبط الجودة قالت انتاج مجموعة من الاجراءات الاختبارات التي تتخذ للتأكد من مطابقة خواص المواد المكونة للخرسانة وطرق تصنيعها للمواصفات القياسية والاشتراطات للمشروع. لكن تأكيد الجودة اداة ادارة، وهي مجموعة من التنظيمات والخطط والبرامج اللازمة للتأكد ان المنشأ النهائي سيطابق الوظيفة المستهدفة. الكواليتي اسيورنس وقتها في مرحلة التخطيط، كواليتي كنترول وقتها في مرحلة التنفيذ من وقت المشروع. طيب احنا عندنا متطلبات لضبط الجودة، الـ requirements للquality control.
اول حاجه لازم عشان نعمل ضبط جوده نكون عملنا مراجعه للتصميم الانشائي، عملنا ريفيو للستراكشر ديزاين، وعملنا تكنيكال انسبكشن فحص فني للانترنال والانترنال والاكسترنال انسبكشن للسبلايرز، السبلايرز اللي هي المواد اللي جايه الموقع، الرسائل اللي جايه الموقع، ابروفل اور ريفيوزال اوف سبلايرز، preparation of samples to be tested، بنجهز العينات علشان يعمل لها اختبار، inspection at the construction site، site inspection before casting، قبل الكاستنج اللي هو الصب بنعمل زي فحص فني للموقع، وinspection before and during concrete casting، ووقت الكاستنج برضو بيكون في inspection، inspection of concrete work after casting، بعد الصب بنعمل اختبارات للخرسانة وهي طازجة في حالتها الطازجة، واحنا بنصبها بناخد منها ايه، نعمل سلام تيست وبناخد منها عينات علشان مكعبات عشان نعمل اختبار السترينس، تمام. بنعمل الانسبكشنز دي كلها متطلبات لضبط الجودة، مراجعة التصميم الانشائي، اعتماد معمل الاختبار، اعتماد مصادر المواد ومحطات الخلط، اللي هي مكتوبة بالتفصيل الكود مفصل كل ده. بعدين الكود عامل جدول حاطط متطلبات ضبط الجودة خلال مراحل التنفيذ. عندنا مراحل التنفيذ، أول مرحلة قبل التنفيذ، مراحل المشروع اللي قبل التنفيذ، إعداد مستندات طرح المشروع، المتطلبات والمسؤول. المتطلبات هنا إعداد مستند ضبط الجودة، مواصفات المواد والأجهزة، ومواصفات معمل الموقع، واعتماد التصميم الإنشائي. مين المسؤول عن ده؟ المالك أو من يمثله، جهاز ضبط الجودة الخارجي، تمام. وعندنا بعد تسليم الموقع للمقاول عندنا اعتماد مصادر المواد، المواد اللي جاية اللي هي الركام والأسمنت والرمل ومحطات الخلط والأجهزة الفنية، واعتماد معمل الموقع حال وجوده، المالك أو من يمثله، جهاز ضبط الجودة الخارجي. هنا المتطلبات، هنا المرحلة، وهنا المتطلبات، وهنا المسؤول. ديت انتوا تقروا الجدول ده اللي باقي هنا، تقروه بس، ويعني كل يوم تقروه هتبقوا فهمتوه. انا يهمني ان انتوا تفهموه اكتر من ان انتوا تحفظوه. اثناء التنفيذ عندنا قبل صب الخرسانه واثناء صب الخرسانه وبعد صب الخرسانه، دي المراحل. المتطلبات اللي محتاجها في كل مرحله، يعني مثلا قبل الصب محتاج اشوف موافقه الاستشاري المشروع على اعمال الشدات وصلب التسليح، نراجع الشده ونراجع التسليح قبل ما نصب. اثناء الصب بنتاكد من نسب مكونات الخلط. طب بعد الصب نتاكد من معالجه الخرسانه وخلوها من العيوب الظاهره وفك الشدات في موعدها. يعني كل مرحله في حاجه متطلبات لضبط الجوده لازم ابص عليها، وهنا مين المسؤول اللي يبص عليها. وقت التنفيذ هيبقى جهاز ضبط الجوده الداخلي والخارجي، كله جهاز ضبط الجوده الداخلي والخارجي، جهاز ضبط الجوده الداخلي والخارجي. طب بعد التنفيذ خلاص وهنسلم المنشا، التاكد من مطابقه الاعمال المنفذه للجوده المطلوبه. هنا المالك هو اللي مسؤول ان هو يتاكد انه استلم الحاجه مظبوطه، او من يمثله لو جاب حد يمثله. طيب احنا دلوقتي خلاص عملنا المنشأ، عندنا حاجة اسمها القبول على اساس شهادة المنتج. هنا عندنا الماتيريالز اللي داخلة دي بتيجي معها شهادة، الرمل اللي داخل او الاسمنت معها شهادة، احنا نقبله بالشهادة دي، ممكن نقبله بالشهادة ديت، بس لازم انه احنا نعملها اختبار مبدئية، الاختبارات مبدئية عشان ايه، هو خلاص جاي بالشهادة انه كويس، قابلنا المنتج ده بالشهادة. الاختبارات مش معنى ان هو جاي بشهادة انه احنا ما نختبروش، لا ممكن نختبره، نعمل له اختبارات الركام والاسمنت، لازم مهندس ضبط الجودة الداخلي او الخارجي اجراء اي من الاختبارات الاضافية لو هو ايه حاسس مثلا ان هو يعني احنا استلمناه كويس الماتيريالز بس اتخزنت وحش، فمن حقه ان هو يجري الاختبارات. ضبط الجودة المواد الخرسانة، تجهيز ومناولة العينات. احنا عشان نعمل ضبط جودة، وقت تجهيز ومناولة العينات في أسس لأخذ العينات، في المواصفات القياسية المصرية يعني عاملة بنود كده، بناخد العينات ازاي، في طريقة لأخذ العينات، تمام، وبناخدها منين، مصادر أخذ العينات، مخازن المنتجين، مخازن الموزعين، ورسائل المواد عند وصولها. قلنا هنا الرسائل دي معناها العربية المتحملة بالأسمنت اسمها رسالة، العربية المتحملة بحديد تسليح اسمها اسمه رسالة، ده اسمه الرسائل اللي جاية بالمواد. احنا بناخد العينة من المصدر بتاع، بناخدها من المخزن بتاع المنتج او الموزع، او من الرسائل اللي جاية اول ما توصل، او من تشوينات المواد بالموقع. احنا مشونين مواد فين، دي الاماكن اللي بناخد منها. مناولة العينات، واحنا بنعمل مناولة العينات بنتأكد ان ايه، العينة ما حصل لهاش اي حاجة، تلف ولا فقدان
للغطاء او اختلطت بماده تانية او تسرب مواد سائبه، لازم تتاكد وقت مناوله العينات العينه دي ما تعرضتش لاي حاجه او اي ظروف غير جو